بعد مراوحة شهد ملف تعيين الناجحين في دورة الخفراء الجمارك منذ العام 2014 والبالغ عدد 853 ناجح، قرر الناجحون التصعيد إلى حين حل ملف بعد سلسلة من الوعود تلقوها ولكن من دون جدوى. فقد نفذت مجموعة منهم اعتصام أمام السراي الحكومي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث التقى وفد منهم رئيس الحكومة حسان دياب، وعدوا وأيضا انتقلوا من بعد إلى الاجتماع بالمدير العام للجمارك بدري ظاهر ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، حيث نفذوا اعتصام أمام منزله، وكانوا أيضا توجهوا بعد إلى منزل وزير المال غازي وزني. وللمزيد من التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف عبد العزيز رستم، أحد الناجحين في دورة خفراء الجمارك. مساء الخير عبد العزيز. مساء النور ويعطيك العافيه لك ومحطة الكريمه. شكرا لك. اذا بتحطنا اكثر بتفاصيل شو صار معكم اليوم بالمحطات يلي كنتوا فيها، سواء كان امام لقائكم مع رئيس الحكومه حسان دياب وايضا اعتصاماتكم المتنقله امام منازل المسؤولين عن هذا الملف. يعني بعد نهار صعب وطويل علينا شهدناه اليوم من الساعه 8 الصبح لهلا، يعني بعدنا هلا راجعين على بيوتنا. اول شيء توجهنا لمجلس السراي اللي كان في جلسه للمجلس الوزراء، توجهنا نعمل وقفه احتجاجيه، واستدعانا لعنده المستشار خضر طالب، وفتنا لجوا وقعدنا مع المستشار، فوتنا لعند دوله الرئيس ووعدنا بحل هالملف، لانه هذا الملف يعني اساسي لمكافحه المعابر الشرعيه ولزياده اراده الدوله وتحسين الجبايه الجمركيه. من بعدها بعد ما اخذنا وعود ايجابيه من دوله الرئيس انه يحل الملف ويستدعي العميد والمدير، توجهنا لعند العميد اسعد الطفيلي اللي نزل لعندنا على الشارع وخطبنا وقالنا بده اللجان الفحصه من المدير. من بعدها توجهنا لوزير الماليه اللي استضافنا ببيته، طلعنا استضافنا ببيته وزير الماليه. نعم، شو صار عند وزير المال غازي وزني؟ شو صار التفاصيل اللي صار عنده؟ وزير المال يعني طلع عم بيقول لنا انه ما هو يعني ما توقيعه اللي بيحل القصه عن مجلس اعلى للجمارك، ولكن هو بده حيساهم بحلها، ولكن ما هو اللي معرقل. طلع يوضح لنا، احنا كنا اليوم نايمين تحت بيته، ولكن هو وضح لنا فكره ورجعنا بالقانون ورجعنا بعض التفاصيل اللي بتدل انه ما هو ما دخلوا بهالقصه كلياتها. ورجينا انه شو هي المستندات اللي فرجيكم اياها اللي بتثبت عدم تدخله بهيدا؟ بعثنا بالقانون، ورجينا بقانون الجمارك انه ما وزير المال مجلس اعلى الجمارك بيرفع على وزير المال لحتى هو يثبت تعييننا. ما في يتخطى مجلس اعلى للجمارك اذا ما كان موقع مجلس اعلى للجمارك على تعييننا. نعم، طيب اليوم انتم بعد ما كنتوا عند وزير المال توجهتوا من بعدها الى منزل مدير عام الجمارك بدري ظاهر. قبله رحنا على عين التينة وقفنا بس وقفه مطالبيه عند دوله الرئيس. نعم، شو صار بعين التينة؟ تفاصيل اللي صار بعين التينة. وقفه احتجاجيه بس يعني ربع ساعه، وتوجهنا عند مدير عام الجمارك بدري ظاهر اللي كان سوبر ايجابي معنا. نعم. وبكره عنده اجتماع مع وزير المال، وعنده اجتماع مع صندوق النقد الدولي، وحيطالب يرجع بكره حكي وزير المال، بما انه اليوم صار الملف انحكم باثنين، حيحكي معه بكره وحيطالب الصندوق النقد الدولي حتى هو يقدر يكافح المعابر، بده يبت بتعييننا يعني هدال مقابل ضبط المعابر. نعم، طيب اليوم البت بتعيينكم، هل اعطيتوا وعود معينه للبت بتعيينكم؟ تاريخ محدد؟ يعني الملف صار له سنوات. صرنا ست سنين يعني نحن رايحين جايين، بس اليوم كان الضغط ضغطنا بشكل كثير منظم وعلى المطارح. شو الوعود اللي اخذتوها؟ وعود انه حينحل الملف قريبا ان شاء الله، الملف ايجابيا يعني حيستدعون تحلوا الخلاف يعني العقده الموجوده تحلوها، ونحن على اساسه قررنا نخلق الشوارع اليوم، وقال لك كنا نايمين نحن تحت ما نطلع الا ببت تعيين. نعم، ولكن هلناهم بعض الوقت حتى يعني يضبط الملف حتى يقدروا يحلوا، بس اذا ما حلوا رجعين يصير بزغم اكثر من هذا. نعم، منزلنا اليوم. يعني بالتالي اليوم فينا نقول انه انتم انسحبتوا من الشارع واخليتوا الشوارع والخيم اللي كنتوا قد استخدمتوها للمبيت امام منزل المسؤولين عن هذا الملف كلها انسحبت من الشارع. اكيد شلناهم كلهم يعني. نعم، يعني بطلب من الوزير وبطلب من الرئيس الحكومه وبطلب من من المعنيين اللي نحن لعندهم انه نشيلوا الخيام وطولوا بالكم. هل في مهله زمنيه معينه اعطيتوها للمعنيين؟ ما في مهله للعوده الى الشارع؟
لا لا، ما هو ما في مهله، بس احنا بنعرف يعني حنرجع نتواصل مع الوزير، نرجع نتواصل مع رئيس الحكومه بعد اذا بنعرف في مواصله، نرجع نزيد نتفهم اكثر من هيك، وما حنطلع لو اعطونا وعود مش رح نصدقهم ساعتها. نعم، لانه وعود وعود شبعنا وعود مورفين. شكرا لك عبد العزيز رستم، احد الناجحين في دوره الخفراء، على هذا المداخله.